تقريبا يعني بعد وقت قد ايه هيبتدي يشعر المواطن بجني ثمار تنفيذ هذه الاجراءات او التوجيهات؟ لا احنا فعليا بدانا نجني الثمار والجهود اللي بتقوم بها الدوله المصريه. شفنا مشروع ال 100,000 فدان صوب زراعيه، شفنا مناطق جديده بيتم استصلاحها، شفنا حفاظ على الرقعه الزراعيه، شفنا بدء في تطوير مشروع الري الحقلي، شفنا فعليا تطوير للترع والمصارف والقنوات الرئيسيه، دلوقتي بنشتغل على تطوير نظم الري داخل الحقل، وشفنا مبادره من البنك المركزي وتعاون بالبنك المركزي ووزاره الزراعه وكافه الجهات المعنيه علشان خاطر يتم انجاح هذه التجربة بشكل كبير، وبالتالي نساهم ده في تحقيق طفرة حقيقية في العائد على المنظومة الزراعية. شفنا جهود كبيرة بيتم بذلها، شفنا التوسع في مشروع 1.5 مليون فدان، شفنا المليون رأس ماشية على مراحل، افتتح السيد الرئيس في أو افتتح أول مزرعة ليها في منطقة الفيوم وعدد من المناطق الأخرى. كل دي جهود احنا شفناها بالفعل على أرض الواقع، وكل ده شفنا الحقيقة ثبات في مستوى الأسعار. شفنا أزمة كورونا، خلال أزمة كورونا الأخيرة شفنا إزاي القطاع الزراعي نتيجة ما يشهده من طفرات ومجهود بتقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة قدر إن هو يكون يغطي، إن هو يكون قادر يغطي احتياجات المواطن المصري، قادر إن هو يوفر، ورغم كده احنا قدرنا كمان نصدر. التوسعات اللي احنا بنعملها مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ده مساهم بشكل أكبر إن شاء الله في المستقبل القريب إن يكون في عندنا مزيد من الصادرات الزراعية للخارج، مزيد من الاستثمارات الخاصة بالتصنيع الزراعي، وبالتالي ده زيادة العائد على القيمة أو المنظومة الزراعية، القيمة المضافة يعني اللي بناخدها على القطاع الزراعي. وكل ده الحقيقة يؤدي في النهاية لأن يبقى عندنا طفرة حقيقية موجودة في ملف الزراعة، وبالتالي ده يساهم في مزيد من التطور، مزيد من الديناميكية في القطاع الزراعي اللي هو الحقيقة قطاع مرن وبيشهد كل يوم طفرات كبيره، وان شاء الله كل هذه الجهود تستمر، واحنا فعلا بدانا نجني ثمار جهود الدوله المصريه، مش لسه هننتظر لحد ما نجنيها، احنا بدانا فعلا نجني ان شاء الله مزيد من النجاحات في المستقبل القريب باذن الله. نعم، فيما يخص التوسع في منظومه الماشيه، يعني الاستصلاح الحيواني بيتطلب كميه كبيره من المياه، هل تم التعامل مع هذا الشان او التحدي؟ يعني الاول خلينا نقول احنا طبعا من التحديات اللي بتواجهنا في التوسع في الانتاج الحيواني عموما هو ملف الميه، وطبعا احنا عندنا بننظر الى ملف الانتاج الحيواني ان هو فيه ثلاث معايير رئيسيه توفير البروتين من اصل حيواني، احنا عندنا الاسماك وعندنا الانتاج الداجيني وعندنا الانتاج الحيواني. الانتاج الحيواني الحقيقه احنا فيه جهود لاستثمار او تحسين السلالات اللي موجوده، فطبعا بنشوف في بروتوكول حصل ما بين الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني وما بين البنك الزراعي المصري وما بين وزاره الزراعه علشان نوفر للفلاحين والمربيين سلالات عاليه في الانتاج، وبالتالي تدي انتاجيه اكبر بنفس وحده الارض ونفس وحده الميه، وبالتالي ده يعود بالنفع اكبر على توفير عائد اكبر للفلاح المصري ولزياده المعهود من منتجات الانتاج الحيواني. كمان بنشوف في حجم استثمارات ضخمه بيتم ضخها في مجال الانتاج الداجيني، والحقيقه الانتاج الداجيني بيكون اقل استهلاكا للمياه، اقل احتياجا للمياه من الانتاج الحيواني بشكل او باخر، وشفنا فيه مساحات بيتم تخصيصها للمستثمرين في مجال الانتاج الداجيني، وده بيساهم في زياده حجم المعروض. شفنا ان مصر اصبحت خاليه من يعني في 14 منشاه تم تسجيلهم في منظمه الـ OIE منظمه الصحه الحيوانيه ان هي خاليه من الانفلونزا والامراض الوبائيه، وبالتالي بيساهم في زياده او جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وده كله يساهم في زياده حجم الجهود فيما يخص توفير البروتين من اصل حيواني، وخصوصا اللحوم البيضاء اللي هي لحوم الدواجن، كمان لحوم الاسماك بتشوف ان مصر النهارده بتتربى على راس قائمة الدول المنتجة للأسماك من المزارع، وبالتالي ده بيقول ان في جهود كبيرة بتبذل في هذا القطاع، إضافة لأن كمان الحقيقة حجم الجهود اللي تم بذلها لتطوير منظومة البحيرات المصرية وتطوير العائد من البحيرات المصرية وتطهيرها وتطوير إنتاجيتها، ده كله كمان هيعود بالنفع بشكل أكبر إن شاء الله في المستقبل القريب على حجم العائد من الانتاج السمكي اللي هو الحقيقه وصل لرقم كبير جدا، واحنا عندنا الانتاج الداجيني تقريبا احنا حققنا اكتفاء ذاتي فيه، وبدانا دلوقتي نبدا عمليه التصدير ان شاء الله. كمان الانتاج السمكي احنا على وشك ان احنا او احنا فعلا حققنا اكتفاء ذاتي فيه، باقي شويه حاجات بسيطه جدا علشان نوفر حجم اكبر من الانتاج السمكي، خصوصا بعض الاسماك البحريه اللي بدات تكون فيها استثمارات بشكل اكبر. فالحقيقه عمليه توفير البروتين من اصل حيواني ده من النقاط اللي بتشهد فيها طفره كبيره جدا، وكمان مشروع البتيلو اللي بيساهم في تربيه رؤوس الحيوان لاهالينا المربين اللي بيربوا في 10 رؤوس او اقل، ان احنا نبدا نساعدهم ان هم يربوا الرؤوس البتيلو اللي هي بتنتج
بيبقى وزنها 80 كيلو الى 100 كيلو، ان هي يقدروا يربوها حتى تصل الى وزن 400 كيلو اللي هو العمر المثالي لذبح الحيوان، واللي احنا او الوزن المثالي لذبح الحيوان، واللي صادر قرار وزاري بمنع الذبح قبل هذا الوزن. فمساعده الفلاح ان هو يربي رؤوس الماشيه صغيرة الحجم حتى تصل إلى هذا الوزن يؤدي إلى مضاعفة حجم الإنتاج من اللحوم تقريبا 5 أضعاف عن الإنتاج المتوقع اللي إحنا كنا بناخده نتيجة ذبح البتل. فبالتالي ده كله بيعود في النهاية اللي إحنا بنوفر بروتين من أصل حيواني بشكل أكبر، نوفر منظومة الإنتاج الحيواني، نطور من الأداء في هذا القطاع بشكل كبير إن شاء الله. وخلينا نقول الحمد لله عندنا كفاءة من البيض ومن اللبن ومن لحوم الدواجن ومن لحوم الأسماك، يعني وفي تطور كبير بيحصل في إنتاج اللحوم الحمراء كمان فيها.